حليانة كتير، طالعة بتجنن اليوم. شكرا. شكلك عم تنبسطي لما تشوفيني بآخر الليل. بهالمكان الفاضي اللي ما في غيرنا أنا وأنتي، وأنا مبسوط. أنت كسبتيني بس بضحكتك حبيبتي. أنا برأيي إنه لازم نترك هالمكان. ليش؟ قولي ليش مستعجلة؟ خلينا شوي عم نحكي. قليلي ما سمعتي غنيتي؟ أنت شو عم تعمل؟ أنا لازم أروح. شبك يا مرت أخي، شكلك ما انبسطتي بشوفتنا. شفتي يا حماتي، نحن نزعنا عليهم القعدة الحلوة، نزعنا الجو عليهم. جايب لك أخبار حلوة عمبا، كتير رح تنبسطي عليها. شارام كان عنده حلم، بتتذكري ولا لا؟ وقررت إني حقق له حلمه لأخي شاران اليوم، وأنا جاي ومقرر أتصالح معك ونخلص من هالقصة وإنهي هالعداوة وهالمنافسة اللي بيني وبين هارجيت باجوا. Ha 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 ha!